مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما انعرفت المناطق الساحلية الشرقية خلال نهار اليوم موجة حر، يوم الغد بحول الله ستعرف تراجع محسوس في درجات الحرارة. بالنسبة لحالة السماء ستكون على العموم مغاشات ورعدية نحو سواحل الغربية، مغاشات أيضا بسواحل الوسطى، تبقى بعض الأمطار الرعدية المحلية نحو السواحل الشرقية. أجواء مشمسة على العموم بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى مع بعض الأمطار الرعدية نحو منطقة الأوراس. ستنتقل هذه الرعود ليلا نحو السواحل الشرقية محليا. جنوبا أجواء مشمسة بالجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، تكون رعدية بشمال الصحراء وسط الصحراء ومرتفعات الهوغار وتاسيلي. الرياح ستكون قوية نسبيا نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية. بعض الأمطار الرعدية الموسمية تبقى تخص مناطق أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد، ستبقى مرتفعة فوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، في حدود 30 درجة كأعلى مقياس بباتنا، نفس المقياس جنوبا ببشار وإنجزام، 23 درجة فقط بتمنراس، 27 درجة بتندوف، 29 درجة بإليزي، وما بين 30 إلى 34 درجة بشمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد، ستعرف تراجع نحو السواحل الشرقية مقارنة بنهار اليوم، 32 درجة فقط منتظرة بعنبة، 33 درجة بالعاصمة، نفس المقياس بقسنطينة، 31 درجة بتيزي وزو وهران والبيض، 36 درجة بغليزان، 38 درجة بباتنا، 37 درجة بالنسبة لتمنراس، 39 درجة بجانات. وتبقى أجواء حارة بكافة مناطق الجنوب الكبير بمقاييس ما بين 42 إلى غاية 46 درجة تحت الظل. فيما يخص البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب، وهذا على طول الشريط الساحلي. رياح ضعيفة غربا تأتينا من غربية إلى جنوبية غربية، تدور إلى شمالية غربية أحيانا بسواحل الوسطى، سرعتها ضعيفة أيضا، تكون معتدلة بسواحل الشرقية ضمن تيارات شمالية غربية. بالنسبة ليوم الجمعة بحول الله، تبقى بعض السحب تنتشر نحو سواحل الوسطى وكذلك الشرقية، احتمال لبعض الأمطار نحو سواحل الوسطى الشرقية وكذلك سواحل الشرقية مع هبوب رياح قوية نحو السواحل الغربية والشرقية. أجواء مشمسة بالسواحل الغربية وبكل المناطق الداخلية كذلك بشمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى. الرياح ستكون قوية نحو الجنوب الشرقي، خلايا رعدية منعزلة ستميز مناطق أقصى الجنوب الغربي، تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية بأقصى الجنوب. درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع نحو السواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية، وتبقى أجواء حارة بالجنوب الكبير. يوم السبت بحول الله نفس الوضع الجوية أيضا بالنسبة ليوم الأحد تقريبا، عاد تشكل بعض الخلايا الرعدية نحو الهضاب الوسطى والغربية وكذلك الشرقية خلال يوم الأحد. درجة الحرارة تبقى على العموم مستقرة، أجواء مشمسة على العموم بسواحل كذلك بشمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، وتبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية نحو أقصى الجنوب. فيما يخص وقت شروق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة، سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و7 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و35 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.